هذا اليوم هو يوم الموظف، هو أول مرة يقام في الجامعة العربية الأمريكية، تكريم من إدارة الجامعة لكل موظفي الجامعة سواء بحرم الجامعة بجنين أو في موقع الجامعة برام الله. بجمع كل موظفين الجامعة سواء الدائمين أو التدريب أو الجزئي ككلمة شكر من إدارة الجامعة إنه وجودكم بهمنا وإنه مشاركتكم دائما في الجامعة جزء مهم ورئيسي في تقدمها وتطورها.